وطبعا الأجواء في العالمين متميزة وساحرة جدا، وطول الوقت في فعاليات مختلفة ومتميزة. دلوقتي خلينا نروح لكريم بيبرس علشان نعرف منه آخر الفعاليات وإيه اللي بيحصل في المكان اللي هو متواجد فيه. برحب بيك يا كريم، وعايز أعرف الأجواء عندك عاملة إزاي. قولي أنت فين. تحياتي وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. أنا موجود دلوقتي في المنطقة الترفيهية اللي بتطل على الشط مباشرة، لكن الحقيقة في فعاليات كتيرة جدا في المهرجان. خليني أكلمك عن أكتر حاجة مميزة فعلا موجودة النهاردة في المكان اللي أنا فيه ده، هو التفاعل الكبير جدا 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 بين الأهالي والأطفال اللي موجودين في المنطقة الترفيهية. الحقيقة أن المنطقة النهاردة على غير العادة معتاد، يعني زحمة كتير جدا جدا جدا. المكان أماكن كلها الحقيقة مليانة ناس، الحقيقة العائلات موجودة معاهم أطفالهم. أكتر حاجة الحقيقة مميزة النهاردة شفناها فكرة العجل اللي موجود هنا الحقيقة في المكان، والعجل بتاع الأطفال الصغيرين. لقينا الأهالي معاهم أطفالهم الصغيرين واخدينهم وبيعلموهم يسوقوا العجل ويركبوا العجل ويتحركوا مع بعض ويدعموا مع بعض، فكانت الصورة الحقيقة حلوة جدا جدا جدا. دي من أكتر الحاجات اللي كانت جميلة النهاردة. طبعا الحقيقة أن الممشى السياحي ده اللي موجود في العالمين الجديدة، المهرجان استغل فرصة وجود الإقبال اللي موجود عليه النهاردة الحقيقة، وعمل عروض احنا شفناها الفترة اللي فاتت، لكن كمان الحقيقة أن العروض لسه مستمرة بتاعت السيرك القومي. أنا شايفة الأطفال عايزين يطلعوا معاك على الشاشة ومبسوطين بالأجواء يا كريم. ده حقيقة فعلا، أول ما ده حقيقة فعلا بتلاقي بص الأطفال كلهم حوالينا يعني حقيقة مبسوطين جدا، الأغاني اللي موجودة شغالة الحقيقة، الأطفال كلهم مبسوطين وبيرقصوا وبيلعبوا مع بعض. وكمان الحقيقة مش بس مقتصر على كده، ده هم موجودين كانوا موجودين في الفعاليات السيرك اللي كانت موجودة الحقيقة، كان يعني موجودين وكانوا يعني بيتفاعلوا حتى مع فعاليات السيرك نفسه، يعني ما كانش الموضوع مقتصر بس على ان هم بيتحركوا مع اهاليهم او كده، لكن لا الحقيقه كانوا بيلعبوا مع السيرك، بيرقصوا معاه، بيغنوا معاه، فكانت الفقرات حقيقه جميله جدا. يعني هم مشهوم بيعملوا كده، اتحركوا معاهم وابتدوا ان هم بقى يعني الحقيقه يتفاعلوا معاهم، وابتدوا ان هم يعني يرقصوا معاهم ويلعبوا معاهم العجل ويغنوا معاهم، فكانت الصوره الحقيقه جميله. والحقيقه مش كانت هي دلوقتي الصوره لسه بتتكلم عن نفسها، يعني الاطفال ده حقيقي يا كريم، الصوره مبهجه جدا عندك جداً جداً. والاطفال شايفاهم بيغنوا وبيرقصوا وفي اعداد اكبر عماله تيجي قدام الكاميرا. ده حقيقه فعلا، ده حقيقه فعلا. عايز اقول لك انه الاطفال يعني اللي بسيطهم مش بس ان هم موجودين مع اهاليهم، لكن في ممكن يقعدوا يرقصوا زي ما شايفين يتحركوا، يلعبوا باتيناج، يلعبوا بالعجل، يقعدوا مع اهاليهم على المطاعم، ممكن يروحوا يلعبوا بادل كرة قدم، ممكن يلعبوا باسكت مع بعض، ممكن يلعبوا فولي، فالحقيقه ان كلهم مبسوطين، حتى السكوترز الكهربائيه موجوده. والاجمل الحقيقه كمان في الموضوع ده انه في مهرجان نبته ورايا على طول، فمهرجان نبته الحقيقه كمان بيوفر ورش عمل وورش الحقيقه مسرحيه وحاجات ترفيهيه وثقافيه جميله جدا. أنا بشكرك يا كريم. كريم بيبرس كنت معانا مباشرة من العالمين الجديدة ونقلنا الأجواء، الأطفال الموجودين ومبسوطين بوجودهم في العالمين.